من أكثر المواضيع الشائعة ونسأل فيها بكثرة كأخصائيين تغذية هو موضوع ارتفاع الكوليسترول. أكيد تعرفون أحد من عائلتكم عنده كوليسترول مرتفع، ممكن ما يعرف شنو قاعد يأكل اللي هو يخليه كوليسترول مرتفع، أو شنو الأكل اللي فعلا ممكن ينزل له الكوليسترول. الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية 75% منها ينتجها الكبد، والباقي ممكن يكون مصدره من الأكل. الكوليسترول ممكن هو يخطر على بالنا أنه هي مادة تضرنا، لكنها بالواقع مادة جدا مفيدة وجسمنا يحتاجها بالمعدل المطلوب. يدخل الكوليسترول في تكوين كثير من خلايا الجسم وخاصة خلايا المخ، وأيضا يدخل في تركيب بعض الهرمونات ويساعد في امتصاص بعض الفيتامينات. في نوعين من الكوليسترول أغلبكم عارفينه، اللي هو الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار. فهما في الواقع عبارة عن موصلات للكوليسترول. الكوليسترول النافع يأخذ الكوليسترول بالجسم ويودي الكبد عشان الجسم يتخلص منه، أما الكوليسترول الضار فهو يأخذ الكوليسترول ويصبه في الأوعية الدموية أو الشرايين فيتسبب في تراكمه وبالتالي تصلب الشرايين أو ممكن توصل إلى مرحلة الجلطات. هل ارتفاع الكوليسترول أعراض؟ ما له أعراض. ممكن بعض الحالات يطلع عندهم مثل حبوب صفرة حوالي العين، لكن ما راح تحسون في ضيق بالنفس أو ألم في القلب إذا كان كوليسترولكم مرتفع، وبالتالي الواحد بس راح يكتشف موضوع ارتفاع الكوليسترول في حال سوى فحص في الدم. شنو هو أسباب ارتفاع الكوليسترول؟ فممكن تكون أسباب تغذوية، إن الواحد يأكل وايد مقالي، يأخذ وايد زبدة، يأخذ وايد سمنة نباتية، الفطاير، المعجنات، السكريات المتكررة في وجودها بأكلة قد تكون من أسباب ارتفاع الكوليسترول. أيضا من الأمور اللي تسبب ارتفاع الكوليسترول هو أخذ بعض الأدوية مثل الهرمونات ومثل الكورتيزون. فترة الحمل طبيعي المرأة يرتفع كوليسترولها أثناء فترة الحمل، وإذا كان في قصور في وظائف الغدة الدرقية ممكن أيضا تسبب في ارتفاع الكوليسترول. نيجي على الموضوع المهم، شنو الأكل اللي أنا لازم أكله إذا كان كوليسترولي مرتفع؟ في بعض المأكولات تساعد إن هي تنزل كوليسترولكم، وضروري تتواجد في نظامكم الغذائي بشكل يومي. أهمها اللي هو الشوفان، فالشوفان ممكن تضيفونه في وجباتكم اللي هي الفترة الصباحية على الريوق أو ممكن على العشاء. بعض الإضافات ممكن تحطونها بالشوفان مثل بذور الشيا، لأن أيضا بذور الشيا تساعد في أنها تخفض من مستوى الكوليسترول، وممكن تحطون عليها بعض الفواكه مثل التوتيات، قليلة بالسعرات الحرارية عالية بالألياف، أيضا تساعد في أنها هي تخفض من نسبة الكوليسترول. من الأمور أيضا الممتازة أنها هي تخفض نسبة الكوليسترول في الجسم اللي هي الكينوا، فالكينوا لأن أيضا أليافها عالية ممكن تنزل من الكوليسترول. ولو تشوفون هنا بعد في اللي هو نوع من الفاصوليا، فالبقوليات أيضا معروف أنها هي تنزل من نسبة الكوليسترول، هم لأن فيها نسبة ألياف ممتازة. ممكن تحطون عليها بذرة الكتان المطحونة، كوننا أيضا كثير من الدراسات تبين أن بذرة الكتان تنزل من معدل الكوليسترول بالجسم، لكن أريد أقول لازم تكون مطحونة عشان تستفيدون من الزيوت اللي فيها في أنها هي تنزل الكوليسترول. من الأمور أيضا المعروفة أنها هي تنزل الكوليسترول اللي هي الأسماك، وخاصة الأسماك الدهنية مثل سمك السالمون. فسمك السالمون ممكن أنتم تستهلكونه بمعدل مرتين بالأسبوع. أيضا لازم ما يكون مقلي، لأن أنتم إذا قليتوه معناها خربته والمحتوى ماله، وصار بدال ما يكون اللي هو نوع طعام ينزل الكوليسترول إلى شيء ممكن يرفع الكوليسترول، فوخروا عن القلي تماما. أيضا من الأمور اللي تساعد في أنها تخفض من مستوى كوليسترول الدم اللي هو وجود المكسرات في نظامكم الغذائي بشكل يومي. المكسرات لازم تكون نية ما تكون محمصة، لأن المكسرات المحمصة ممكن يكون فيها نسبة دهون قد تزيد من كمية الدهون اللي موجودة في أكلكم، وبالتالي ما تساعدكم أن أنتم تنزلون من نسبة الكوليسترول بالجسم. أهم ملحوظة يمكن ما لها علاقة بالأكل بشكل مباشر أو أصناف الأكل، كثير من الناس كوليسترولهم يكون مرتفع ويكون مقترن ارتفاعه بزيادة الوزن، فتلاقون من ينزل وزنهم طبيعي ينزل عندهم معدل الكوليسترول. فإذا كان وزنك زايد وكنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، أول خطوة تسويها أن أنت تتبع حمية تساعد في أنها يتنزل من كوليسترولك في الجسم، زائد تكون كميتها قليلة أو تناسب فعلا احتياجك بحيث أن أنت تقدر تنزل من وزنك. فراح تشوف أول ما وزنك ينزل راح ينزل معاه الكوليسترول. إذا كانت الجرعة اللي أنت تاخذها لعلاج الكوليسترول عالية، راح تشوف مع الأيام ممكن شوي شوي تقلل الجرعة. إذا كان السبب فعلا لا علاقة بالأكل وزيادة الوزن، لأن مثل ما ذكرت في ناس يكون كوليسترولهم مرتفع بسبب العامل الوراثي، فتلاقونهم ضعاف أو تلاقون أن أكلهم يعتبر صحي وتلاقونهم يمارسون الرياضة لكن كوليسترولهم ما زاد مرتفع، فهذا اللي يسمونه الفاميليال هايبر كوليستروليميا أو اللي هو الارتفاع الكوليسترول
الكوليسترول الوراثي اللي ما يكون له علاقة بالأكل، فهذا فعلا ممكن يكونون قاعدين على أدوية الكوليسترول طول حياتهم. دول الكوليسترول ما تأخذ اليوم وتوقفه بعد شهر، لأنه هو ينزل كوليسترولك الحين، لكن من تهده ممكن يرد يرفع الكوليسترول مرة ثانية. هذه نصائح بشكل عامة على موضوع الكوليسترول، ممكن الواحد يراجع أخصائي تغذية عشان ينظم له نظام غذائي خاص فيه يناسب وزنه ويناسب معدل ارتفاع الكوليسترول عنده، فيتبع النظام هذا وشوي شوي إن شاء الله ينزل كوليسترول.